معانا دلوقتي على تليفون الفنانة ليلى علوي، أهلا بيكي ومنورانا في البيت بيتك. الو، أيوة ألو، مساء الخير انجي. مساء الخير، منورانا في البيت بيتك. ميرسي. مصر النهارده كلها منوره بكل الضيوف اللي موجودين وبكل رؤساء العالم وبشعبها علشان افتتاح قناه السويس بكره. انا عايزه اقول لك ان فرحه النهارده لا تقل عن فرحه انتصارنا في 93 لنفسنا وقدام العالم كله. فمبروك علينا افتتاح القناه، يا رب رزق كتير هيجي للبلد. يعني انا بعتبره انتصار وتحقيق اراده للشعب المصري اللي كان نفسه يحقق ده، وتحيه بجد لكل اللي نفذوها، لان ده في زمن قياسي بياخدوا دلوقتي مقاييس عالميه على تنفيذ هذه القناه الجديده. هتكوني موجوده في الحفله بكره ان شاء الله؟ انا بحتفل في الشارع مع الناس وفي وسط الناس، فلا مش هكون موجوده بكره ان شاء الله. طيب خلاص ماشي، الف مبروك ليكي والف مبروك لينا كلنا. كلنا اكيد فرحانين بحفله بكره. شكرا ليكي الفنانه ليلى علوي، شكرا جزيلا ليكي، كانت معانا بتبارك لنا وبتبارك للشعب المصري بفرح بكره او العيد بكره، عيد مصر بافتتاح قناه السويس الجديده.